تحية مسائية طيبة لكم مشاهدينا أوفياء قناة النهار وأوفياء برنامج ضياف ربي. مشاهدينا، أنا شخصيا توحشت هذه المتابعات وهذا المباشر، خاصة وأنه اليوم رانا في الحي الذي يعني صنع الجدل هذا الأسبوع، حي بيطافي بيبير خادم. شكون فيكم ما تضامنش مع قضية السيد لطفي لي يسكن في هذا الكوخ؟ طبعا مباشرة بعد بث حصتهم في ضياف ربي يوم السبت المنصرم، الحمد لله هبة تضامنية كبيرة من أجل مساعدة لطفي الزوجة ديالو والأبناء ديالهم كذلك. وطبعا ما تكونش متابعة بلا ما يكونوا أكيد بلال وحمزة، جمعية بلال وناس الخير الشراقة. أولا نرحب بكم حمزة. مرحبا بك. مساء الخير. مرحبا بك. راكم صافا الحمد لله. وهرا صافا. حيينا. صافا والله الحمد لله. بلال كذلك مساء الخير. مساء النور يا أختي عائشة. صافا بيان لاباس. الحمد لله. إذا مشاهدينا كما قلت لكم اليوم راح إن شاء الله نزفوا لكم خبر مفرح إن شاء الله راح يدخل الفرحة البسمة والأمل في نفس لطفي والزوجة ديالو. قبل ما نهضروا مع لطفي نقول لكم لطفي إحنا ما عرفناكش. ما شاء الله عليك. كما قال لك حمزة كيحبسك مقبل قال لك ما شفتش لطفي. أختي وش نقول لك أختي عائشة، بفضل أحباب ربي وبفضلكم وبفضل الناس اللي كثر خيرها وقفت معايا بادرت معايا جهود كبيره بزاف بزاف، يعني نحمد ربي نحمد ربي بفضل ربي سبحانه. وقفوا معايا ما خلاونيش، صبروني عطاوا لي الامل رجعوا لي رحمه ربي في قلبي، يعني ما خلاونيش بيا بولادي بالزوجه تاعي. ما نقدرش نعبر واش راح نقول لك على واش كاين في قلبي باسكو القلب ما لقاش واش راح يحضر من فوق. هذا راهي رجعت كاننا راح نعاود زواج دار وجديد صغير. فهمتني شغل ما كاش كيفاش مع المدام شغل فرحنا مع المدام مع انا جديد معاها انا جديد لا 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 راني مع المهضم والحمد لله يا ربي. نشكر ربي سبحانه بزاف بزاف بفضلكم وسخر لي ربي ناس، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه هي الجزائر وقفت معايا ناس يا سبحان الله ما كنتش نتسنى بلي وقوف حاسم هكذايا. هاجر احكي لي بعد بث الحصه ضياف ربي شدي الميكرو بسم الله وصفي لي هذاك الشعور واش صرا بعدها. لا غير واش نحكي لكم، مورا الحصه جوست ما جاو بعت جاو ليا تاع الناس الخير. نعم. اللي بعثوا بي لا ناس الخير جاو ليا جوست ما خلصتش الحصه، صدقيني بربي والله ما خلصت الحصه، كانوا هنا عندي امين عبد النور زاكي حاكم بارك الله فيكم. نشكر بزاف محبوبه الجزائر محبوبة الجزائر عائشة، كثر خيرك كثر خيرك. وهادو ما صدقوني بربي بلال وحمزة صدقوني بربي أبطال الجزائر والله غير أبطال الجزائر. خاوتنا ما نقدروش كثر خيركم وما نجوش نعاونوكم وما نوقفوش معاكم. بارك الله فيك فرحتيني أقسم بالله ربي يفرحكم. فضلكم أنتوما وفضل حمزة وبلال خويا وأختي عائشة، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هي مفاتيح الجنة، ها هي مفاتيح الجنة. فرحوا لي ولادي ربي يفرحكم ربي يستركم الله يجعلكم من مقام اهل الجنه ان شاء الله يا ربي. انتم الثابتين وانتم الاولين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. لطفي احنا في كل مره نديروا متابعه ما نجيوش هكذاك بيدينا فارغين، نخلي كاينه مفاجاه ليك والمشاهدين كامل، نخلي ربما بلال يعلمها. تفضل. اول شيء السلام عليكم. الحمد لله على فضل الله حبيت نفرح خونا لطفي باللي نشكر المحسنين على كل حال، هما اللي راهم قاموا بهذا المجهود. احنا ادينا الامانه كما يجب باللي بور لاستون نقول لك عامين ان شاء الله. دار انت خير دار اللي تساعدك نقول لك عامين. وكاين مفاجاه حمزه يا اخي هكذا اخو. نعم نعم. كاين نخلو حمزه يقولها لكم خير معليش. حنقسموها نص نص. انا قلت لك كاين عامين كريا ان شاء الله خالص ان شاء الله. والدوزيام يقول لك خويا حمزه. بون واش نقول انا؟ نقول اولا هذا فضل الله خويا لطفي. وباش تكون على بالك باللي 48 ولايه تضامنوا معاك. والحمد لله هذا فضل من فضل الله. كما قال خويا بلال حنا قدرنا نوفروا لك بفضل المحسنين عامين كريا لطفي هاك تسمع. وكاين يا خويا واش نقول لك انا نقولها لك ديريكت، كاين انسان تبرع لك بقطعه ارض هاك تسمع لطفي. نورمال ما تبكيش لطفي ما تبكيش نورمال. اسمع كاين ربي وكاين الخير ماشي وقت الدموع. فرعة ما كاش كيفاش مكتر من هذه ما كاش يا سبحان الله. جاوزت ايامات عشرية سوداء يا سبحان الله. هذه بلا ما ولا وجبت
هادي طهوره، طهوره من عند ربي سبحانه. احنا سمحي لي. بارك الله فيكم، نشكركم كاع، نشكر ربي سبحانه، بارك الله فيكم. كان ماشي انتوما صدقوني، نشكر بزاف 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 قناة النهار، لو كان ماشي هي ما صوتي ما يسمعش، ما يلحقش. بارك الله فيكم، بارك الله. اول يوم جيتي عندنا واش قلت لنا كي روحنا؟ قلتوا لي حاجه، كلمه لي مازالها شغل كتافي، ما كذبش عليكم، قلتوا لي راكي مع خوتك، هذه الكلمه، وقلتوا لي راكي مع خوتك، وقلتوا لي ثانيك تفائلي الخير. وعائشه ماهيش محبوبه الجزائر، محبوبه الجزائر، صدقوني صدقوني. احنا خرجنا يعني شوفي، احنا نزيدو نخرجوا شويه الموضوع، خرجنا معها الجنوب، خرجنا معها الغرب، خرجنا يعني تقولي صح محبوبه الجزائريين. وانا حبيت نقول لكم بلي كاين انسان نشكروه بزاف، اتصل بينا البارح بصرنا معاه، لطفي عنده 100,000 ما بين بليده مزايا، راك تسمع فيا لطفي، هذه تاعك. ونقولوا حاجه برك بصح باش نقولوها ونديكلاريوها، رئيس بلديه تاع بير خادم، نقولوا له بلي عنده الحق باش يدي، هذا طاهولو فضل الله، فضل المحسنين، انت مسيو عشوش، هذا يلا الضروه باش يدي. وحنا ان شاء الله كجمعيه بلال وناس الخير راح نوقفوا حتى الدقيقه الاخرى باش لطفي يستفيد، باسكو هو وليد بير خادم. يا اخي هكذا نعم، والمال احترمتك يا سي عشوش، عطيت لك اعتذارات من اسواق المشهر. قلنا في كل مره زوالير في دخول، ربي يفرج ان شاء الله. الله يا ربي ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي. نشكر الناس اللي عاونونا، نشكر نشكرهم الناس هادو بزاف بزاف، ويعطيكم الصحه يا خوتي اللي سترتوني، الله يجعلكم من غطاء الجنه ان شاء الله يا ربي، الله يجعلكم ثبات متصوب ان شاء الله يا ربي، البيبان الجنه ان شاء الله يا ربي. حسينات كانت خياتنا، نقول لهم بارك الله فيكم اللي وقفوا معنا، نقول لهم بارك الله فيكم، جزاكم الله الف خير. معليش، وكاينه حاجه واحده اخرى نزيدو نضيفوها انا وبلال. دونك لطفي انتايا، حنا واش درنا لك، تسكن عامين الاز دارك انت والزوجه، انت الدار انت تخيرها، هكذا الدار انت خيرها وين حبيت، حنا نخلصوا. لا لا لا، حنا لطفي حنا نخلصوا، انت شوف وين جاتك، وين عجباتك، ومن بعد هذيك ومن بعد السيده تاع موزايا ان شاء الله نتلاقاو به، نديرو مع لابروسيدور اللي لازمه، ونقولوا له جزاك الله خير. وهاك خويا بلال يكمل. شحال نقول له؟ خلاص خويا حمزه فهم واش كاين. انا واش نقول لك؟ نقول لك اشكر الله عز وجل، احنا ما احنا غير سبه، وكما قال لك خويا حمزه ثاني لكتب رب العالمين، الا فديت هذاك المرسو تاع تراب يولي على اسمك ان شاء الله. البنيان هو سهل، هو اسهل حاجه هي البنيان، ما تقلقش كاع روحك، نضموا معك حنا وجزائريين 42 ولا كاع راهم معاك، ونختمهم بكلام الله. نقول لك عيشه كلام الله، يعني اخر كلمه ليا، رب العالمين وش يقول؟ وعزتي لو ان الانسان يحق بحق اليقين لارزقنه وهو ماكث في بيته. وش معناها؟ دير اليقين تاعك بالله عز وجل، ربي يسخر لك ناس بلا اكثر من خاوتك، فهمتني لطفي؟ اما نشكر الله عز وجل، احنا غير سب، اشكر رب العالمين هكذا اخويا. ونقول هذا اللي قال لك، من فك كربتنا على اخيه قد فك الله عليه كربتين، الله يجعله من مصير الجنه يا رب يا رب يا العالمين، ان شاء الله يجعله من مصير الجنه. حمزه ماكسيموم ان شاء الله، وقتاش يقدر يسكن؟ بون انا اسمح لي بلال، انا لك حاب تسكن دوكا، نتكلوا على ربي دوك. يعني احنا شوف، احنا واش نقول لك لطفي، انا باش ما نعطيك، انا دراهمهم واجدين، تحب دوكا تشوف دار اللي عجبتك انت، تحب تخلينا انا وبلال شو نشوفوا لك دار. احنا ماذا بينا الماكسيموم عيشه 48 ساعة، 48 ساعة. أنا أختي واش قالت لي؟ أختي واش قالت لي أنا؟ واش قالت لي أختي هاجرة؟ قالت لي من 8 تكون عندي كوزينة فيها بوطاجي وكل شيء هكذا. أما أنا نقول لك بلي دوكا عندك هاجرة. كذلك أنا كي جيت عندك في الحصة كنت قلت أنه لطفي ما يقدرش يوفر لك أبسط أمور تحتاجهم المرأة، يعني فيه أن سيتي دو بوتي حني يتكفلوا بك، تجوزي يوم كامل عندهم، يقوموا بك حاجة ما تخصك إن شاء الله، وتروحي تلتحقي بدارك جديدة إن شاء الله. هكذا هاجرة. نزيد نضيف كلمة، برك الجزائر مازالها بخير عليها برجالها كيما نتوما، بارك الله فيكم. نزيد نعاودها نشكر قناة النهار، نشكرها بالبزاف، نشكر أخت عائشة محبوبة الجزائر، يعطيكم الصحة بلال عبد النور حمزة كاع ناس الخير، يعطيكم ما تمنوا إن شاء الله، الله يستركم. إن شاء الله. نزيد نضيف كلمة، حنا كنا أنا وبلال نشطوا وحدنا، يعني من خلال قناة النهار البرنامج هذا اللي درتوه، عباك قدرتوا تلحقوا جميع إنسان كان محتاج. هذا لطفي احنا ما نعرفوش، وكان ماشي فضل الله وفضل قناة النهار، لطفي احنا ما نعرفوش، عمي نور الدين ما نقدروش نعرفوه، احنا بالك نعرفوا اللي قدامنا، اليوم جيعانين، اللي ماهمش ياكلوا كي معايا، احنا نقولوا ديما الفضل الله عز وجل، ونشكروا هذه القناة اللي عطاتنا هذه الفرصة يا رب العالمين. وكذلك قبل ما ندي الكلمة، لازم تعرفوا أنه تكفلوا بالقضية ديالكم من وهران.
كانوا في مهمه حمزه وبلال والله 12 تاع الليل ابوبخي هكذاك ديجا بداو الاتصالات وكامل. على هذه حبيت نقول انا واحد الكلمه، احنا كنا في وهران كانت عندنا خدمه اتصلنا بليكيب لاني حاب نشكرهم شخصين كل واحد باسمه. شوف كاين خويا امين زماش، كاين عبد النور اودني، كاين الاستاذ المحامي تاعنا، كاين زكي بوطا، وكاين حكيم، نقول لهم بارك الله فيكم. رياض تاع كاليتوس نقول له جزاك الله خير. عباك واش درنا انا وبلال؟ كنا في تورناج مع اختنا عائشه، شفنا ما شفنا ضياف ربي تاعك ولا غير عيطنا لهم وخرجوا برا جزاهم الله خير. وباش خرجوا؟ اقسم بالله غير بلاتوريزاسيون خرجوا على ربي. او امين او امين خاف امين خاف لانه الحمد لله نشكروا كل الاجهزه فقط نشكروا كل الاجهزه الامنيه لانه يسهلوا تنقل فريق بيرناس الخير والضياف ربي. اسنا نشكروا الاجهزه الامنيه اللي واقفه وسهره يتسهلنا المهام ديالنا، نشكرهم طبعا ان شاء الله يا ربي الى حين طبعا. اوكي نديروا فقط كلمة ونشكر نشكر المجاهدين الجزائريين، يعني نشكر نترحموا على كل الشهداء الجزائريين، ونشكر بكل اللي بادر في هذه الحصه واللي وقف معايا انايا. كثر خيره جميع الجزائري، ربي يحفظه ربي يستره، الله يجعلكم وقفه عرفات صارمه، والله يجعلكم اضحيه سالمه ان شاء الله، والله يرفع علينا من كل الوباء هذا يا. شوف باش تفيق بلي الناس صح حبوك وضمروا معاك، غير جات الحصه تاع اختنا عائشه ضياف ربي بداو كاع يعيطوا لنا، وراهم بلا ورا حمزه ورا عائشه وراهم حنا دولفناكم. تسمى الحمد لله الناس ضمنت كاع معاك الحمد لله تعالى. هذيك ما قال لك خويا حمزه كلمه اخيره، خير ضالي تساعدك كاش كاع مشكل، دراهم موجودين خلاص باذن الله خلاص بربي ان شاء الله. يا رياض هذا رياض عدبناه معنا ان شاء الله، ان شاء الله يسمح لنا برك. رياض عطنا كلمه للمشاهد. خويا علاش الزوج حاب نقول خويا والله خباش برك رياض والله والله يا خوتي العزيز واش نقول لكم، والله غير يعجز اللسان عن الطابر، والله غير يعجز اللسان عن الطابر. الحمد لله الحمد لله يعني، ولا غير كان هو السباق لهذا الامر بارك الله فيك. لا لا بلاتي يا خويا بلاتي. يا استاذ استاذ كيما هو كيما الناس راح يولي يقلي يدوش ينقي روحو يستغرب. ربي ما فيه غير الخير بون خو ربي ما فيه غير الخير، هذه نعمه من عند ربي سبحانه اعطاها من الله نحمدوها. ماشي الفايده في المال والبنون، ماشي الفايده بالزينه والحياه، كلش فاني، الفاني يفنى اخرتها قبر. يا خوتي لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن انا حفرت قبر حفرت قبر الماء يلحق للكرعين، لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن كلمه كي جست معنا في الحصه ما كانش جزائري ما قالش عليك انك راجل وفحل، ورغم كل الظروف مقيت مع مرتك وواقف، يعني تحيه من كل الجزائريين ليك. ما نقدرش اضطريت وين الحق بون سمح ظروف صح الحق والنهار فقدت الاعصاب تاعي خلاص، كنت حايب نابوندوني الفاميليا هذه والحق وين توشيتها من بعد جيري كيري مارشا رياض باسكو لي زونفون المدام باسكو بزاف صوالح وصح سي فري نقولها قدام كل جزائري وكل جزائريه مواطنه. نطلب من الشباب تاعنا خلاص خلاص التلاق هذا خلاص يا نمار، رانا نشوف ابناء الجزائريين راهم مرميين برا. يا خوتي صدقوني بربي ما عنديش بصح سطرت ولادي بالكاينه المكتوبه ونعمتك نعمتك يا رب. بون اختنا عائشه كاين احنا كي ولينا كجمعيه عندنا استاذ محامي الله يبارك معنا الاستاذ تاعنا والمحامي تاع الجمعيه ويزيد يضفنا كلمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نشكروا قناه النهار، نشكروا جمعيه بلال الناس الخير، نشكروا جميع المحسنين اللي راهم معنا في الصفحه في الجمعيه، نشكروا بلال وحمزه اللي تكفلوا بهذا الانسان وكراو له عامين ان شاء الله، ونزيدو نشكروا برك الانسان اللي عطاو له مرسو ترى في نواحي بليده هكذا مزايا، نشكروه جزيل الشكر وربي يرفع علينا الوباء هذا وان شاء الله ان شاء الله في عمر ربي. بارك الله فيك، شكرا لك استاذ، نشكركم امين جنود الخفاء كوم توجور. حمزه وبلال نجد لكم الشكر مره اخرى، شكرا لكم لانه في كل مره توقفوا مع الزوالي. احنا كي نشوفوا الضحكه تاع اختنا بارك الله فيكم بارك الله، فرحتوني ربي فرحكم، فرحتوني ربي فرحكم انت عايشه ربي نوركم صحيت وصحة. كي تستر عائلتك وتطمهم في دار هذاك هو الصح. احنا لينا احنا عبك الهدف تاعنا وراه هدف خيري، ونقعدوا توجور كي نشوفوك فرحان، نشوفوك مع الزوجه تاعك انا وبلال نقعدوا الاف، والله هاي كانت شاهده معنا
كنا في وان تورناج غير ما قدرنا نخدموا. هاي تقول لي ما قدرناش نخدموا حتى ولينا 12 تاع الليله والله غير 12 يا خاوتي. نهار جاو ليا في اليوم السبت اللي تقدم البرنامج تاعي يعني لا اله الا الله. انا لفت راسي للسماء شتا سقوط من الامطار يعني حتى سبحان الله حتى ربي سبحانه بكى عليا باسكو ما كنت تتوقع صراحه باش نختم. استنى كنت تتوقع انه النهار تجيك بهذه السرعه ويبث البرنامج ويفرج ربي. كنت متوقع والله ما كنت متوقع باسكو خلاص كنت من ضمن العشريه السوداء كنت تحت الارض ماشي فوق الارض كنت تحت الارض يعني وين وصلت لا خلاص. شكرا لك لطفي تاع شراك شكرا مهديرة. نعم شكرا. كلمة في الآخر ولا ما عندكش باش نختموا؟ نقول لك بارك الله فيك عيشة ما انت راكي واقفة معنا ثاني. شكر خاص ليك وخونا لطفي وزوج تاعو نقول ان شاء الله ربي يفتح. عيشة سمها باسم المعيشة. واش نقول لكم بارك الله فيكم شكرا وربي يقدرنا ديما نفعل الخير. ان شاء الله شكرا. ها جيران نتلاقاو ان شاء الله في دار جديدة. احنا نحبوا نجوا نحبوا المتابعة دونك انا جايين. ان شاء الله كل شيء مبروك ربي يهنيكم ان شاء الله. احنا مشاهدينا بعد نكون وصلنا الى ختام هذا البث الحي والمباشر. فقط حبيت نقول بمناسبه اليوم الوطني لحقوق الطفل كل عام واطفال الجزائر وابنائنا ان شاء الله بالف خير. اذا نلتقي ان شاء الله في متابعه اخرى. دمتم في امان الله وحفظه.